عندنا بقى عبادة تانية اسمها عبادة النادمين. عبادة النادمين دي أنا قعدت في يوم قلت يا رب، هم النادمين دول لما بيعودوا إليك لهم عبادة مخصوصة؟ وأنا قاعد أفكر كده، كنت خارج من المنصورة من عند الجامعة كده، متجه إلى طالع بقى طريق القاهرة، كان عندي محاضرة وماشي أكلم نفسي في الحتة دي، الحتة اللي هي بعد كوبري المنصورة لحد ما اتجهت بقى لطريق القاهرة. أنا كنت بكلم نفسي في الحتة دي على الموضوع ده، في المكان ده على الموضوع ده، وأنا أقود السيارة كده إيه وماشي أتفكر. فالحقيقة وجدت إن عبادة النادمين دي، يا سلام، عبادة النادمين هي انكسار القلب إلى الله، عبادة النادمين كثرة الاستغفار على ما فعلوا، عبادة النادمين الندم على ما حدث لهم من التقصير مع الله، عبادة النادمين هي كثرة الألم في قلوبهم بسبب معاصيهم التي كانت قبل ذلك، عبادة النادمين استشعارهم بأن الله تبارك وتعالى كان يراهم وهم على معصيتهم، عبادة النادمين استشعارهم بأنهم تعدوا حدود الله، عبادة النادمين استشعارهم بأن الله تبارك وتعالى لا يليق به ما فعلوه، وهو الذي يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير، 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 إنه بما تعملون بصير، يعني الإشارة للعين لا تجوز، إنه بما تعملون بصير. ليه ما شاورش على بصري وأقول يعني إن ربنا ليه؟ الإمام الشافعي الإمام مالك يقول من قال أن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، إذا أشار بأصبعه وقال القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن وشار بأصبعي هو بأنها أصابع الرحمن، قال الإمام مالك تقطع أصبعه عشان ما يعملش كده. ده علم اتعلمنا الأدب من الأئمة، علمونا اللمحات الجمالية دي اسمها اللمحات الجمالية، اللمحات الذوقية، اللمحات لي، لأن ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ليست عيني كعين الله تبارك وتعالى، هو يراني بالأعين التي تليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كمثلي شيء. يبقى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهو بصير بعيوبنا، مطلع علينا تبارك وتعالى. فعبادة النادمين هي العبادة التي فيها الانكسار لله تبارك وتعالى العزيز الغفار. ولذلك النادم ده لما بيمسك سبحته ويبدأ يستغفر ربنا، بيستغفر ربنا بكل مشاعره وأحاسيسه، وبيستغفر ربنا تبارك وتعالى بندم، بيستغفر ربنا تبارك وتعالى بانكسار وذل لله الواحد القهار، بيستغفر ربنا تبارك وتعالى باستشعار أنه بين يدي العزيز الغفار، ويعني مكسوف، يعني مكسوف أمام رب تبارك وتعالى، يعني بيستغفر، يعني أنا مكسوف منك يا رب، أنا بستغفر لأن أنا مكسوف منك، لأن لا يليق بك أن أفعل ذلك. المهم يا حبايب قلبي، قلت له خلاص خليك معايا بقى، ايه هنعمل برنامج باذن الله الواحد الاحد من خلاله ستقلع عن المعاصي وتنتصر، وربنا سبحانه وتعالى ينصرك باذن الله الواحد الاحد. رقم واحد، المحافظه على الصلاه جماعه بقدر الامكان، بقدر الامكان في المسجد. طب اذا مثلا في مواعيد صلي باهل بيتك، صلي باولادك في البيت، يلا فلان ويلا فلان يلا فلان، وصلي بهم امام في البيت، صلي في البيت جماعه، مرن بيتك على الصلاة، مرن أولادك على الصلاة، وفهمهم إن الدنيا دي هتتفض في يوم من الأيام، فنروح لربنا وإحنا ذاكرين، نروح لربنا وإحنا شاكرين، نروح لربنا وإحنا مصلين، نروح لربنا ونحن عابدين من أهل العبادة، نروح لربنا تبارك وتعالى ونحن من أهل القرآن الكريم، نروح لربنا تبارك وتعالى وهو راض عن أفعالنا في الحياة الدنيا. فقلت له فلنبدأ أولا بإن إحنا نصلي جماعة. الصلاة جماعة لها أسرار وأنوار وإشراقات وفتحات وبركات ونعم، الصلاة جماعة. يبقى وأنا بستغفر عبادة النادمين، استشعارك بأن أنت من النادمين على ما فعلت من التقصير في حق الله تبارك وتعالى. في عندنا النادمين على تقصيرهم في حق ذكر الله تبارك وتعالى، في النادمين على تقصيرهم في حق الصلاة، في النادمين في تقصيرهم بأنهم فعلوا المعاصي التي حرمها الله، في النادمين على أنهم أكلوا بالربا، في النادمين على أنهم أكلوا حقوق الناس بالباطل، في النادمين على أنهم أكلوا حقوق إخواتهم البنات
او العكس في النادمين على انهم اكل حقوق او اولاد اخواتهم الايتام، في النادمين في النادم. فالندم على انواع، الندم له انواعه، الندم له جماله وله اشراقاته وله فتحاته. كفى في الندم انك عدت فيه الى الله.